النهارده حكايتي هحكيها لكم عن الفنانه الكوميديه مها احمد لما كتبت بوست على صفحتها بالفيسبوك وشمتنا في الفنان احمد السقا والفنان امير كراره بعد مسلسل ناس الاغراب، وقالت ان احد الفنانين دول كانت تربطني بيه علاقه صداقه واخويه وعشره عمر وعيش وملح. لما في يوم من الايام عرض عليا دور، والدور ده يعني كان بيحاول يقنعني بيه، لقيت ان جهاز الانتاج عرض عليا دور تاني وهو تجاهلني ومبقاش يرد عليا، والنجم التاني الحوجة خلتني ان انا اقول له عايزين نشتغل مع بعض، قال لي رد عليا رد رخم كده وقال لي ان الدور بينادي صاحبه. وبتقول ان الاثنين دول ربنا اخد لها حقها، وان في بنت بنوته لسه في ألف ب تمثيل اتنجمت عليهم وهي بقت نجمة المسلسل وبطلة المسلسل وبطلة الدعاية وهم بيخدموا عليها. وطبعا شمتانة طبعا فيهم وقالت ربنا خد لحقي ونصرني وإن ربك لبالمرصاد، وقالت حسبي الله ونعم الوكيل.